بعد ما تعلقت. 3 أعوام منذ أن توقف صوت كرامة مرسال الأشبه بالناي، لكنه ما زال عالقا في قلوب أحبائه. وكيف لا يعلق ذلك الصوت في وجدان محبيه وهو الصافي كمياه سواحل المكلا الدافئ كقلوب سكانها؟ الحب قال وعيب لاموا على الأحباب. بدأ كرامة مرسال مشواره الفني في 17 من عمره في العام 1963، وكان ذلك في ذات الفترة التي توفي فيها الفنان محمد جمعة خان أحد أشهر فناني اليمن في ذلك الوقت، ليحمل كرامة راية الفن بعده وليسد الفراغ الذي خلفته وفاة خان في الساحة الفنية، فكان يحيي حفلات شعبية وأعراسا على أنغامه وأغانيه، مما أعطاه خطوة قوية للظهور على الساحة الفنية. قدم مرسال خلال مسيرته الفنية الكثير من الأغاني التي اشتهرت بالفن الحضرمي، وكان أشهرها متيم في الهوى، والتي حازت على إعجاب الجماهير الخليجية والعربية، وغناها الكثير من مطربي الخليج العربي بينهم راشد الماجد وفرقة ميامي وبلقيس أحمد فتحي وأنغام. كما قدم رصيدا من الأغاني الوطنية للوطن العربي واليمن مثل أغنية حبي لها، حظي بشهرة واسعة في الساحة اليمنية وعلى مستوى الخليج العربي، حيث اعتاد إحياء نحو 6 حفلات خاصة وعامة في دول الخليج سنويا. صاحبي بالإضافة إلى موهبة كرامة الغنائية وصوته النادر المبحور، فهو يمتلك موهبة التلحين، حيث لحن في حياته الكثير من الأغاني للعديد من فناني اليمن والخليج. بدأ كرامة بإطلاق أول أغنياته واسطواناته في العام 1969، عندما التقى بالشاعر الكبير حسين أبو بكر المحضار وقام بتلحين أغانيه بنفسه، واستمر العمل بينهما بالإضافة إلى الفنان أبو بكر سالم حتى وفاة المحضار عام 2000. توفي الفنان الكبير كرامة مرسال في 3 أغسطس من العام 2014 في مسقط رأسه بمدينة المكلا، إثر مرض عضال ألم به، ليترك وراءه الكثير من الآلام في قلوب محبيه والكثير من الحنين في وجدانه.